هل بوزيد سعال الشاب الجزائري الذي نهض وصلى الفجر يوم 8 ماي وحلق ذهنه وأوجد العلم وخرج في مظاهرة سلمية للمطالبة باستقلال الجزائر والإخوة بضياف الخمسة الذين أغتيلوا في نفس اليوم و 18,000 شهيد في هوليوبوليس بقلمة وخراطة وبجاية هل هؤلاء لا يعتبرون شهداء؟ هل تعتبرون أن الجزائر الذين سقطوا في 8 مايو شهداء أم لا؟ وإذا كانوا شهداء لماذا لا يستفيد ذويهم من الحقوق التي تستفيد منها عائلات الشهداء؟ ثانيا، ما هي الإجراءات التي تنوون لرد الاعتبار لشهداء 8 ماي 45؟ إننا لا يمكن أن نطلب من الدولة الاستعمارية أن تعترف بجرائمها في حق هذه الأمة، ونعتبر شهداء 8 ماي ليسوا شهداء، وفاطمة سومر ليست شهيدة. فقط أريد أن أضيف نقطتين. لا شك بأن الشهادة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف من الشهداء الحقيقيين. إننا نتحدث عن قانون له نتائج قانونية على أولياء الشهداء الذين سقطوا في 8 ماي 45. على هذه أجد مفارقة كبيرة بأننا كبشر وكحركة ثورية وحزب سياسي في 54 نحن الذي نحدد من هم الشهداء. عندما نريد نحدد الشهداء إننا نقصد واجبات الدولة تجاه أبنائهم وذويهم وأراملهم وأصولهم. على هذه يجب أن نكتب التاريخ بعدل وبعدم تحيز فقط للإخوة الذين استشهدوا بين 1 نوفمبر 54 و 19 مارس 62. هذا ليس عدل ولن يرفع شرف الجزائر عندما ننظر إلى تاريخ كل تراكمات الشهداء والأبطال الذين قادوا الثورة ليس في أول نوفمبر بل قبل أول نوفمبر. أنا لا أعرف شهيدا مثل سي بوزيد اللي رفع العلم في 8 ماي وخرج وواجه الشرطي الفرنسي اللي قال له ارمي العلم ومات عند الله. شكرا. لا، عند الله وعند البشر لا أعتقد بأن هناك شهيدا أكبر من سي بوزيد وابن مهيدي رحمهم الله، لكن يجب أن لا نفرق بين الشهداء. شكرا سيد رئيس.